رحمه الله تعالى ختم هذا الكتاب بباب قول الله تعالى ما قدر الله حق قدره. قلنا أن المؤلف رحمه الله اقتطع هذا الكتاب وكأن هذا الكتاب قطع من صحيح البخاري، لم يذكر مقدم اقتداء بالبخاري. البخاري رحمه الله أمير المؤمنين لله دره، ختم بأي كتاب؟ كتاب الصحيح. بأي كتاب؟ نعم، كيف يختم بكتاب التوحيد؟ أخوان، كيف يختم بكتاب التوحيد؟ هذا معناه أن التوحيد عند البخاري آخر باب؟ نعم، أوقف. يقول بدأ بكتاب التوحيد، بدأ الوحي بماذا؟ بالتوحيد. نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول بدأ البخاري بالتوحيد وختم بالتوحيد تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له ولي ولكم بالتوحيد، آمين، تفاؤلا. صح، ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. تمام، إذن تقول البخاري بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد تفاؤلا أن يختم الله سبحانه وتعالى له بالتوحيد، وختم بحديث كلمتان اصلحت خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. البخاري رحمه الله أراد أن يدعو وما يستطيع، لا يستطيع أن يدعو، يكتب كأنه يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كأنه يقول يا رب اجعل هذا الكتاب هو أعلى كتاب بعد كتابك، عظيم اجعله، سبحان الله العظيم، كأنه يريد يحمد الله على النعمة، الله أتم عليه النعمة، كتب هذا الكتاب الصحيح ويريد يحمد الله سبحان الله وبحمده. ختم بهذا الحديث وختم بكتاب التوحيد. إمامنا الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ختم بهذا، كأنه يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت السماوات والأرض والعرش والكرسي، وكأنه يقول انتبه يا موحد يا من درس كتاب التوحيد، مهما توحد ومهما تعمل ومهما تعتقد ومهما تدعو ومهما تفعل لابد يكون في عملك نقص. صح، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، وما قدر الله حق قدرك، لا حق قدرك، لا تقتر بنفسك، لا تقتر بعملك، كن بين الخوف والرجاء. وكأنه يقول لك يا موحد يا من درس كتاب التوحيد اتق الله، لا تكن كالكفار وما قدر الله حق قدره، يسب رب العالمين بالشرك وأنت موحد، لابد أن تعلم التوحيد، تتعلم التوحيد، تعمل بالتوحيد، تدعو للتوحيد، لابد من إنكار الشرك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ختم المؤلف بهذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد. وفي بعض النسخ يوجد الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. دائما عندنا قاعدة أنه لا يوجد نهاية للدروس، لا يوجد نهاية للدورات، لا يوجد نهاية للعلم. قلنا لكم الشيخ بن باز رحمه الله في آخر درس في كتاب التوحيد عندما سئل ماذا نبدأ بعد كتاب التوحيد قال كتاب التوحيد من المحبرة إلى المقبرة. لا يوجد عندنا عالم أو طالب علم قال والله أنا اعتزل الفن، لا، هذا اعتزل الفن مغني وكذا، لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى الموت. فلا يوجد عندنا انتهى الدرس الآن، اليوم يبدأ كتاب التوحيد، اليوم تعرف قيمة هذا الكتاب وما فيه، اليوم تبدأ تذاكر وتراجع وتحفظ
وتقول أن هذا الكتاب اهتم به العلماء، لابد نهتم به، لابد من دراسة، لابد من تكرار، لابد من حفظ، لابد من ضبط الأشياء التي فيه، ولابد أننا نشتغل بالتوحيد حياة القلوب. وأنه الإنسان بلا توحيد هذا ليست بحياة. فبالتوحيد تتعرف على الله، لا تفتقر إلا إلى الله، والله تسعد في هذه الدنيا. فأخواننا اهتموا بهذه الكتب، والله صحيح نحن لم نشرح الكتاب شرحا وافيا، ما شرحنا الكتاب اعتبر أن لم نشرح الكتاب، فقط تشويق لدراسة هذا الكتاب والعمل بما فيه والدعوة وتعليم الناس ونفقه ما يقول المؤلف. نعم قلنا أحيانا لعله خطأ بعض النسخ حتى تنتبه. والله أخواننا أعداء الإسلام اليوم يتكلم باسم الإسلام ويظهر أنه مسلم وعالم وهو يسب الشريعة، وأئمة الإسلام تصدوا لهؤلاء. بماذا؟ ليس بالنكت، ليس بالرسائل، لا، ليس باليوتيوب ولا غيره، لا، ولا جوجل، لا، بالعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لزاما عليه أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما علي أن أقلب هذا الدليل عليه. يقول أي دليل يأتي به مبطل من أهل الباطل يأتي بدليل على باطل، لزاما علي أن أقلب هذا الدليل عليه. بماذا؟ استعانة بالله. تتعلم، لابد نتعلم إخواننا. هكذا تمشي الأيام، تمشي بدون علم، بدون مراجع، بدون ضبط، بدون حل الاختبارات، والله هذا لا يصلح. لابد إخواننا أننا نسير على مكان عليه السلف حقا، كيف يتعلم وكيف يعمل وكيف كانوا في دراستهم في سيرك. نعم عندنا تفريط، عندنا كذا، عندنا كذا، لكن ضع لك ساعات محددة يا أخواننا طلاب الجامعة. مجرد ما تنتهي الجامعة تعال وابقى في المسجد النبوي ولا تخرج إلى بعد العشاء، أحسن، الله أحسن لكم. تبقى في المسجد كالمجاهد في سبيل الله، تتعلم بركة العلم، تراجع وتضبط وترتاح من هذه وسائل الاتصال، وتخرج عالم في غمضة عين. سيأتيك الخروج النهائي وأنت في الجامعة الإسلامية، أقول رجعت، اخرج، إيش تصنع؟ بماذا تخرج؟ بلا محصلة، بلا شيء. السنين 4 سنين تمر كطرفة عين ولا تدري عنها، لا تضبط. تأتي إلى هذه البلاد وما تضبط كتاب التوحيد ولا البلوغ، مشكلة كبيرة والله، مشكلة. صحيح، ماذا أتيت هنا؟ رجل من الناس، كم الساعة؟ ها؟ 10 ونصف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، سامحونا على الإطالة.